جبنا نلصقها في الارض ما جبنا كراسه. ابا انا نوريها تصاور السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان ديالنا، نهاركم مبروك، عيدكم مبارك سعيد، كنتمنى من الله تكونوا كامل على خير وبخير وفي صحه جيده رب العالمين. اليوم الثاني بعد العيد، دوزنا العيد الحمد لله، كلشي في الاجواء ديال العيد الحمد لله كلشي داز مزيان مع العائله ومع الاصدقاء ومع الاحباب. الاخوان ديالنا اليوم نعطيكم واحد الفيديو ان شاء الله، خرجنا مع العائله ديالنا، حنا ثلاثه بين هاد العائلات، خرجنا ان شاء الله نخرجوا الوليدات عاود باش هما يبدلوا الجو، يبدلوا الروتين ديال رمضان وديال الدار الحمد لله نساريوهم. نعطيكم حتى نتوما معنا واحد الاجواء كيفاش غندوزوا هذا النهار هذا، خليكم تتابعوا معنا، نعطيكم جميع اللقطات اللي غندوزوا في هذه المنطقه هذه. خرجنا لواحد الغابه اللي هي قريبه على تطوان، الناس ديال تطوان راه كيعرفوها، اللي هي في جهه سبيراده، حنا نعطيكم الجهه ديالها، راه معروفه السد هذا، السد اللي مع سبيراده هو هذا قبالتكم، فيها منظر جميل صراحه، فيها امكان صراحه مزيانه، انتم تتابعوا معنا، حنا نعطيكم جميع اللقطات ديالها، خليكم تتابعوا معنا. حنا جبنا الوليدات كاملين الحمد لله والعائله ديالنا، صراحه عندهم بلاصه فين يجلسوا الناس، فين يتساراو، الوليدات كيلعبوا ما شاء الله، عندهم البلايص كما كتتابعوا معنا، كراسه الطيفور ديالهم ميسه ديالهم. بالنسبه دايرين واحد الحاجه اللي هي مزيانه صراحه كما كتتابعوا معنا، دايرين هنا بلاصه الشوايه اللي بغى يشوي او يطيب، دايرين لهم هذا الامكان هادو بزاف بهم، ماشي غير بلاصه واحده. هانتوما كما كتتابعوا معنا، اللي بغى مثلا هي فيها كوزينه، فيها كل شيء سبحان تبارك الله ما شاء الله، اللي بغى هنا ينزل السخره ديالو ويطيب هنايا كما كتتابعوا معنا، وعندهم منهم بزاف ماشي غير واحده ولا جوج. هانتوما كما كتتابعوا معنا، ها واحده اخرى فينا هي، كاين بزاف بزاف صراحه، ها اخرى فينا هي قبلتكم، كاينه الماء هنايا، كاينه كلشي الحمد لله، والشجار والطبيعه صراحه طبيعه منظر خلابه. خليكم تتابعوا معنا، حنا نعطيكم جميع اللقطات ونشترك معكم هذا الفيديو ان شاء الله. نبعدوا على البني شويه، حنا صراحه الدومين ديالنا اللي هو البني، ولكن كنحاولوا نشترك معكم بعد ساعه ساعه، واخا ماشي اخر ديالنا غادي نشترك معكم هذا الفيديو ان شاء الله، كنتمنى من الله يعجبكم والناس يستافدوا من هذا الفيديو هذا، الناس اللي قرابين الناس ديال تطوان صراحه يجيو لهنايا، راه منظر جميل والدنيا خاويه والهدوء، ما كاينش الناس بزاف صراحه. تابعوا معنا الاخوان ديالنا كما شفتوا معنا، حنا كنوجدوا الطاجين ديالنا، ها هو الطاجين مقطع فيه الخضره ديالو، البركه اللي فيه راه في القاع ديالو كما يقول واحد المثال. عملنا الطاطوش ديال الدجاج، وعملنا واحد نجره فيها شويه دجاج بلدي عاود صراحه، عملنا نجره اخرى عاود فيها شويه الماكله كل شويه شويه من الجهه. مثلا هنا عندنا الطاجين هو هذا، شحالنا العافيه ديالنا، جبنا الطاجين هذا اللي غنديروا فيه الحرشه ان شاء الله يا ربي، طاجين بلدي تقليدي 100%، طاجين ديال التراب، كاين بعض الناس كيعرفوه وبعض الناس راه ما كيعرفوش، الحمد لله حنا راه تراد البلاد هما هادو، كما قلنا لكم الطويجين غنديروا فيه ان شاء الله الحرشه، هذا ما نوريوها لكم، احنا غادي نديروا الطويجين ديالنا هو هذا، هو واجد كلشي ديالو حطينا على العافيه، دابا قلنا الا نغطيوه شحر مزيان يطيب ان شاء الله، نعطيكم واجد وليدات هما فين هما كيلعبوا التواسع الحمد لله. ها الاخوان ديالنا كما شفتوا معنا، عطيناكم بعض الصور بعض اللقطات، حنا كنطيبوا الغدا ديالنا الحمد لله، العائله مجموعه كما كتشوفوا معنا، الطنجره هي فين هي قوتكم، هي الطنجره الاوليه هي اللي قوتكم، الطويجين ديالنا هو فين هو توا كيتشحر، عندنا جوج طنجرات وطويجين، حنا ثلاثه العائلات صراحه، غير العائله واحد الاخ ديالي واحد العائلة خالد المرأة هو قريب علينا، الحمد لله دائما مجموعين كعائلة وحدة، دائما مجموعين في العيد في المناسبات، وخا بلا عيد ولا هادي كنجمعو بعضياتنا، شليدة بلدية هي فينا هي، الطاجين تبارك الله هو طايب دابا واجد كما شفتو معانا،
نديرو بريد داتي عاود كما كتابعوا معنا. البريد داتي تا هو مشحر مطيب، وجدناه بعد الغداء، بعد تغدينا صراحه هذا درناه مورا الغداء وجدنا الطاجين. دابا عفوا درنا الطاجين ديالنا وفين هو نديرو في الحرشه. طاجين تقليدي 100% نطيبو على الكانون العواد كما كتابعوا معنا. العواد هما فين هما؟ شحال عندنا العواد ديالنا؟ الطاجين عندي شريته الحمد لله باش نبقى نخدم فيه دائما في الدار. دابا شي مره نعطيكم في السطح، الناس اللي كيتبعوا معايا راه عارفين السطح شنو عندي فيه. غنخرجوه، خرجت على برا وحتى في السطح عملت البلاصه ديالو ان شاء الله يا ربي، باش نبقى نطيب فيه في السطح الحرشه والرغايف والملوي. الحاجات التقليديه وطبيعيه 100%. نعملوا له شويه الزيت هنا والملحه، عملنا له الزيت والملحه هما الاولين باش تحمر مزيان، حيت اول مره نطيبوا فيه. هذه السميده، عملنا شويه السميده في الارض في القاع ديالو عفوا. حطينا السميده الحرشه ديالنا، هي ضربوا عليها باش تواطى مزيان. هادي سبق ان احنا الحمد لله شي تقاليد البلاد راه معروفين، عشنا فيهم وكبرنا فيهم الحمد لله، ماشي اول مره. السي علاش باش شرينا حنا هاد الطاجين هذا؟ حنا كنستعملوه والدين ديالنا وقبلت حنا راه عارفين شنو كاين. دابا الحمد لله الحرشة هي هادي كما كتبتو معنا، هي طيبناها، هي طايبة واجدة أخيرا كما شفتو معنا، حرشة واجدة طايبة محمرة. وعاد هادي سميدة الزرع صراحة، كلشي طبيعي كلشي بلدي. الحمد لله سميدة الزرع طيبناها في الطاجين التقليدي كما شفتو معنا، درنا الأتاي، عملنا الطويجين ديالنا، عملنا الطنجرة ديالنا. المهم الحمد لله دوزنا واحد النهار مضخم كما كيقول، واحد النهار مزيان فيه النشاط، فيه الوليدات لعبوا مزيان، الطبيعه تبارك الله ما شاء الله. هنايا الغابه كبيره كما شفتوا معنا وتبعتوا معنا الفيديو كامل. عملنا الحرشه ديالنا، عملنا اتاي في العشيه، عملنا ميريندا الحمد لله. ما بقالنا الا نعطيكم نهايه الفيديو هي هذه. كنشكر جميع الناس اللي كيتابعوني، كيعملوا الثقه ديالهم فيا وكيتبعونا دائما الحمد لله، الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن. نعطيناكم واحد، كنعطيكم تسليل على البلاد الحمد لله. خليكم تهلاو لي فراسكم، الله يحفظكم.